معانا سؤال. توفيت أمي وكانت مقصرة جدا في أداء الصلاة المفروضة، وهل ينفع أو يجوز إن أنا أصلي مع كل صلاة صلاة أخرى بنية يعني إنه بيقضي الصلاة عن أمي؟ والسؤال ده متكرر على فكرة كثيرا بصيغ مختلفة، لكن نذكر بأنه الصلاة عماد الدين وركنه الأعظم، هي أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي سر بين العبد وربه، الصلاة هي من العبادات البدنية اللي انت بتقوم بيها بنفسك، ولأنها عبادة من العبادات البدنية لا تقبل النيابة، فلا يجوز. يعني ايه النيابة؟ يعني ما ينفعش انه حد ينوب عن شخص آخر في أداء هذه العبادة حتى لو كان ميتا مقصرا في صلاته. لكن أنا عايزة أوهب له ثواب الأعمال الصالحة اللي أنا بعملها، ما فيش مشكلة، يعني بدل من قضاء الصلاة ده يجوز للمسلم أنه يهدي ثواب الأعمال الصالحة اللي بيقوم بيها إلى المتوفى، زي مثلا في النوافل اللي بيقوم بيها في الصلاة، الصدقات، الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة، الإطعام ووهب الثواب، قراءة القرآن ووهب الثواب، كل ده من قبيل العمل الصالح المستحب إن الإنسان يعمله.